شوفوا اخوان، اكو مرات شغلات انت تشوفها حلوه بس مو ضروريه، فانا اوفر لكم هواي شغلات مو بالضروره ان تكون محتاجها 100%. من ضمن الشغلات الخدميه اللي ممكن تفيدك اللي هي هذه المسكه الستاند، طبعا حتكون ماك سيف، واذا جهازك مو ماك سيف حاطين حديده وتوفرت بالوان، بس خلينا نشوف تفاصيلها والوانها، خليكم وياي. توفرت باللون الاسود واللون الرصاصي اللي هو هذا مثل ما مبين عندنا، واللون البنفسجي اللي هو هذا اخوان، واللون النيلي اللي هو هذا اخوان. نجي نسولف على اللون الاسود. حتكون ماك سيف بمن تفيد؟ انا بصراحه فادتني بشنو؟ انا احب دائما الزم التليفون مثل اكو مسكه محبس. طبعا خلينا نكون صريحين اخوان، اكو هواي مسكات هذه اللزق ممكن ب 1000 2000 3000، بس انا اسولف على براندات ومتابعين يعرفوني اجيب البراندات، والبراندات مو رخيصه. خلينا نكمل مواصفاتها. فدائما استخدم التليفون واستخدم هذه المسكه. الحلو بيها شنو اخوان؟ نقدر نفتحها مثل ما مبين عندنا، يصير ستاند عندي افقي، ونقدر نخليها هيك ونستخدمها كستاند عمودي، ومن نرجعها تصير هيك. هذا المنتج ممكن يفيدك او ممكن لا، بس يدورون براندات اميزنج ثينج موجوده وسعرها 15000 دينار، وان شاء الله عندي توصيل كل العراق، اربع بغداد، ست محافظات، وطلبوا الاستفسار راسم تدللون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اجاندج.